السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قلت لكم امبارح المونديال بلا رحمة؟ مفيش رحمة يعني. احنا قلنا امبارح ماتش سهل للإكوادور، النهاردة اسهل بكتير لانجلترا تفوز على ايران 6-2. الصبح وانا في ادارة القناة بنتكلم كده، فبيقولوا ايه رأيك في ايران وانجلترا، هيعملوا ايه النهاردة؟ قلت لهم انا طلع مني كده عنوان، قلت لهم ايه، هكتب عنوان ايه اللي جابك هنا يا ايران. ليه بقى؟ لان انا اتفرجت على ايران ماتشين في التصفيات، حللت لهم ماتشين، وفي ماتش من حوالي شهرين مع الجزائر، الجزائر يعني اديتهم علقة كورة، اتغلبوا ولسه مغلوبين من تونس الاسبوع اللي فات، فانا عارفهم، اتفرجت عليهم 3 ماتشات. عشان كده قلت الصبح ان هم هيشيلوا 4 او 5، قلت كده، قلت هيشيلوا 4 او 5. 6-2 اتغلبوا النهارده 6-2، يعني فرق 4 تجوان، ما بعدناش قوي عن التوقع. لكن هنقول تاني مباراة في المونديال متوقع نتيجتها. امبارح كنت متوقع النتيجة لان عارف قطر تماما، وكنت متوقع الماتش النهاردة ايران، كنت متوقع ان هو هيتغلب 4 او 5، وقلت هكتب في العنوان ايه اللي جابك هنا يا ايران. ليه بقى؟ تصفيات اسيا واضح انها سهلة، احنا يا عيني حظنا وحش في افريقيا. في افريقيا ده احنا عندنا 11 منتخب، انا كاتبهم، ممكن اكون نسيت منتخبات، عندنا الجزائر وتونس ومصر والمغرب وسنغال ونيجيريا وكاميرون وغانا ومالي وكوت ديفوار، ادي 10، في بوركينا فاسو فرقه تقيله جدا، وفي جنوب افريقيا 12، اكيد ناس هنا كمان منتخبات، ادي 12 منتخب، بيروح مننا 4 او بيروح 5 مننا، في ظلم. لان اي منتخب في ال 12 اللي انا قلتهم دول لو بيلعب في بطوله اسيا كان يروح كاس عالم، يعني بيلعب في تصفيات اسيا. ادينا شفنا امبارح العنابي والنهارده ايران، هم في تصفيات اسيا، فاحنا حظنا وحش في افريقيا، تصفيات شرسه، منتخبات كتير، يعني دي ملحوظه كنت لازم اقولها. قلت اضعف مجموعه قبل كاس العالم، قلت اضعف مجموعه هي المجموعه الثانيه، مجموعة انجلترا وايران وامريكا وويلز، دي اضعف مجموعة. وفعلا النهاردة ماتش سهل جدا، ما فيهوش ندية. الهدف بتاع ايران الاولاني حلو مش وحش، الحكم البرازيلي هايل، عاجبني جدا الحكم البرازيلي. اصابة علي رضا الحارس في اول دقايق اكيد اكيد بتفرق، ليه؟ انا الحارس الاساسي وبلعب مع المدافعين تركيبة واحدة، فاهمين بعض، لما يجي الحارس الاساسي يتصاب بتفرق مع المدافعين وبتفرق كتير. يعني دقيقة 32 ضربة رأس من ماجواير اللي جت في العارضة، حظ ايران ان العارضة حجزت الكورة. بعدها ب3 دقايق لما بلينجام كمل في ال 18 وعملها العارضة، قال لك لا بقى دي تاني مرة، العارضة عليت شوية وسقطت الكورة جوه الهدف بعد 3 دقايق من الكرة اللي في العارضة، يعني كان واضح ان انجلترا جاية في الاهداف. حفيظ دراجي لما ننساش ضحكني ضحك النهاردة، ان حفيظ دراجي حافظ المنتخب الانجليزي، لان بيحلل بيذيع مباريات الدوري الانجليزي، وانا كنت عارف النتيجة لان عارف ايران وعارف كل لاعب في الدوري الانجليزي، شفته 20 مرة كل لاعب، من اول الحارس بيكفورد لغايه هاري كين المايسترو، المهاجم رقم 9 هاري كين المايسترو، كل دول عارفهم، اتفرجت عليهم سنين طويله وحللت لهم ماتشات سنين طويله، فعارف. عشان كده قلت ايران النهارده تتغلب 4 او 5، لان عارف الفريق ده وعارف الفريق ده، فتوقعت النتيجه. حفيظ الراجل كل ما تيجي الكوره عند ماجواير يضحك يضحكني معاه، دمه خفيف جدا حفيظ الراجل. طريقه انجلترا كرة القدم الحديثة، ان انت رباعي مدافع ثابت قدامهم، رايس محافظ على وسط الملعب ثباته، يبقى 4 مدافعين ورايس وفي 5 بيلعبوا، المايسترو هاري كين المايسترو راس الحربة ثابت هو المايسترو بتاع الفريق، وحواليه 4 بيتحركوا، 2 في الطرف اللي هو ساكا ورحيم ستيرلينج، الاتنين دول متحركين، وفي 2 من نص الملعب بينطلقوا يسيبوا رايس لوحده اللي هو بيلينجهام، انطلاقه على ال 18 عشان ينهي الهجمه، اما ماونت انطلاقه عشان يستلم كوره ويبني هجمات ويتحرك
ويتحرك ويعمل وان تو هاتر، لكن شوفوا الجمال، رايس في وسط ملعب ثابت، فاضل اتنين في وسط الملعب، الاولاني بلينجام الكره لما بتتنقل بيخش كراس حربة تاني جنب هاري كين وسجل الهدف الاولاني كده. اما ماونت بيتحرك برده بس مش جوه ال 18، بيتحرك خارج ال 18، يستلم ويلعب وياخد الكره التانيه ويتحرك، عنده حريه حركه. دي جمال كره القدم. في منتخبات عربيه عندنا للاسف زي ما شفنا الجزائر مصر، ثلاثي وسط الملعب زي بعض، ثلاثي وسط الملعب شبه بعض في كل حاجه، وده مش تمام. زي ما قلت لكم هاري كين بحبه جدا، راس حربه مايسترو. ايران انت بتلعب بخمس مدافعين وثلاثه في وسط الملعب، ادي ثمانيه مدافعين بس، مفيش حركه، مفيش رتم، مفيش طلوع بالكوره، طب ما انت هتتغلب. ما اعرفش. بعدين الدقيقه 70 غير ساوث جيت الاربعه اربع تغييرات مره واحده عشان بيريح الناس، ومع ذلك برضو راشفورد نزل سجل والدنيا هصت عليهم.